لما نتكلم عن المستقبل، أهم سيرة تنطرح هي رؤية المملكة 2030، ومن وحي المستقبل هو موضوع حلقتنا اليوم. ألوان الميتاليكس إذا حبينا نستخدمها بشكل يومي أو في نمط حياتنا في ملبوساتنا بطرق مختلفة، مهم أنه نحدد هل اللوك حيكون نهاري، هل حيكون ليلي، هل حابة مثلاً الميتاليكس تكون أيضاً في الميكاب، يعني هل حيكون باين في الوجه، بحيث أعرف أربطه بقطعة ملبسية مناسبة في التنسيق. فمهم معرفة حجم استخدامي للألوان المعدنية، هل أبغاها تتشات خفيفة، مكملات، لمسات، أم حابة أنها تكون تلعب دور بطولي في التنسيق وبناء عليها أنسق باقي اللوك. مهم كمان أنه أعرف إيش الستايل اللي أنا ميالة له، هل ستايل جري، هل ستايل ستريت ستايل، هل ستايل هيب هوب، هل ستايل كلاسيك بس أبغى لمسة الميتاليك. فتحديد الستايل يساعدني في أني أقرر إيش حجم استخدامي أو كمية الاستخدام للألوان المعدنية. نجلة، إيش برأيك يليق للإطلال النهاري أو الصباحي باستخدام الألوان المعدنية الميتاليكس في الميك اب؟ أيوه. أوكي. هو هنا الموضوع شوية صعب، لأنه الألوان الميتاليك عادة بتكون زي بتستخدم أكثر فيها لمعة، فالناس كتير تستخدمها في السهرة وكده. بس نقدر إحنا نعمل برضو ميك اب نهاري في الصباح باستخدام الألوان الميتاليك، بس بنسب مرة بسيطة، بطريقة مرة بسيطة. يعني ممكن خط أيلانر بسيط، بلون مثلا سيلفر أو جولد، بس ما يكون مرة كمان شايني، يكون ميتاليك مات، يعني مات ميتاليك. أيوة، مو غليتري. أيوة، لا مو غليتري أبدا. وحتى لو برضو زي أي شيء فيه لمعة، ممكن تكون اللمعة بسيطة، حتى الميتاليك يكون المات، مش كده تحسي كأنه مرة اللمعة قوية، يعني شيمري بزيادة. يعني مثلا جولد بس مات جولد، مات سيلفر، عرفتي؟ ممكن يعني تتشات في الشادو برضو ميتاليك في الجفن المتحرك. دائما أشوفك تسوي، أنت فنانة في ما شاء الله استخدامك للألوان هذه، بحيث تطلع في النهاية ما هي مرة جريئة أو ما هي شاطحة. صحيح. يا فزي دحين ما أنا وأنت عاملين هنا شوية ميتاليك على الجفن، بس بسيط، يعني ما هو مرة شايني، which is يعني نقدر نحطه في النهار ما في مشكلة، بس أهم شيء النسبة ما تكون مرة قوية ولون ما يكون مرة قوي. كمان بالنسبة لاختيار الألوان الميتاليك في الميك اب على حسب لون البشرة السمراء أو البشرة الفاتحة، مثلا لابد إنك تعرفي إيش الأندرتون. يعني مثلا إذا كانت كول تمشي معها السيلفر، إذا كانت وارم يمشي معها الجولد. فمثلا في البشرة السمراء ممكن تختاري ألوان ميتاليك بس ما تكون مرة صارخة ومرة قوية، أو حتى لو صارخة وقوية تكون ماشية مع الأندرتون، وفي نفس الوقت شوية تنعميها وتهديها بألوان تانية، تكسريها شوية بلون تاني، يعني ما ينفع تحطي لون واحد. نفس الشيء بالنسبة للبشرة البيضة، نحط لها ألوان الأندرتون حقتها باردة، مثلا سيلفر زي ما قلت أول، وفي نفس الوقت نخلط معاه لون تاني يهدي اللون شوية يكسره. غالبا القوانين هذه تنطبق حتى على الملابس. صحيح. فهي نفسها الأندرتونز جدا مهمة، فهمها كمية الميتاليكس اللي بتنحط، فين حتنحط بالضبط، أقرب للوجه أبعد للوجه وهكذا. الجدير بالذكر كمان لون الشعر مرة يأثر على اختيارنا للألوان المعدنية اللي حنحطها. أحيانا الهايلايتس الفاتحة تعطي انطباع مختلف بالكومبينيشن مع الأندرتونز، فمهم ناخد الأندرتونز وكمان لون الشعر في عين الاعتبار. وإذا جينا نتكلم عن أبرز لونين معدنية اللي هي الذهبي والفضي، إن كان الفستان لونه فضي، فلما نجي نختار الحذاء أو الشوز أو ساندلز يعتمد برضو على إيش اللوك اللي أنا حابة أنجزه، هل هو مونوكروماتيك بحيث إنه كله سيلفر في سيلفر، أو حابة أكسره بشيء ثاني. فإت ريلي ديبينز. بالعموم أنا ما أحب أكثر من اللون المعدني من فوق لتحت، يعني حتى في المونوكروماتيك سكيمز ما أنفذها في الألوان المعدنية. أما بالنسبة لي الأرواج مثلا الأحمر، الروج الأحمر، ممكن مثلا إذا فستان مرة جولد كله من فوق لتحت ممكن تحطي روج أحمر، بس كمان على حسب الأندرتون. أرجع تاني وأعيد وأزيد أقول الأندرتون مرة مهمة، لأنه أحيانا في ناس إذا كانت بشرتهم وورم وحطت روج أحمر مثلا كول تقلب أسنان لون أسنانها، تقلب لون بشرتها، يعني يغير الموضوع مرة تماما، حتى أحيانا يغير يبين إرهاق تحت العين. تخيلي قد إيش الألوان بتعكس الصحيحة على الميك اب. صحيح 100%.
الحقيقة الألوان المعدنية أحياناً بتكون تريكي ومن أصعب الألوان لتنسيقها، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا بالتيبس اللي أعطيناكم هنا.